على التليفون شاعر الأستاذ أشرف عامر القائم بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة. أستاذ أشرف، مساء الخير. مساء النور استاذ عامر، بحضرتك أهلا بحضرتك. يعني لما الوزير يقول إنه محتاج 10 مليار جنيه على الأقل لتطوير وتجديد قصور الثقافة، الرقم ده مش كبير شوية؟ ده رقم يخض يعني. هو رقم شكله يخض، ولكن حضرتك لما يكون في 200 طلب لعمل 200 قصر ثقافه، للاسف الشديد خلال السنتين ثلاثه الماضيه كان زمان بيتعمل قصر ثقافه ب 10 وب 5 وب 7، وكلمه 10 مليون ده كان رقم كبير. دلوقتي القصر متوسطه بيتعمل في حدود ال 50 مليون، فمن 40 ل 50 وممكن 60. فدلوقتي بقى انك تعمل 200 قصر فعلا توصل للرقم اللي بيقوله معالي الوزير، يعني 10 مليارات. ده لو اتكلمنا على طلبات القصور الجديده يعني، ولكن ترميم ما هو حالي ايضا. هو معالي الوزير قال ان احنا طلبنا 274 مليون، ده حقيقي، ولكن حجم الحاجات اللي كانت عندنا اللي كان المفروض نطلب لها فلوس كانت في حدود ال 500 مليون، ولكن او 540 مليون تقريبا، ولكن تم طلب 274 مليون على اساس ان يتعمل ال 44 مشروع الرئيسي اللي كانوا موجودين في الخطه السنه دي، السنه اللي فاتت اسف، يعني اللي قدمناهم لخطه السنه دي. ولكن اللي حصل ان جالنا 66 مليون فقط لا غير من ال 274، وتم اعتماد 22 مشروع لتنفيذهم السنه دي، سواء كان صيانه او كان بنا، ولكن واتشال 22 مشروع. من ال 22 مشروع اللي اتشالوا كانت في حاجات كتير مهمه جدا زي بند الحريق مثلا في كل القصور اتشال، وبالتالي ذهبت انا شخصيا الى وكيل اول وزاره التخطيط، وقعدت معاه 3 4 ساعات انا وفريق من العمل المالي، وتناقشنا، والمهم خدنا في الاخر خالص قرار ان احنا دخلنا ال 22 مشروع التانيين، ولكن ضمن المخصص المالي اللي هو 66 مليون. عشان خاطر بس ننقص بعض المشاريع اللي هي من 22 مليون ل 22 مشروع اللي اتشالوا دولت، كان في منهم مشاريع كتيره نعم قدامها 10% و7% و8% وتنتهي، فعشان كده خلناهم تاني. فبالتاكيد ان احنا محتاجين الباب السادس بالتحديد، محتاج دعم شديد جدا لو احنا بنتكلم على اعاده صيانه الاماكن كلها، لو بنتكلم على فتح قصور جديده نعم او بناء قصور جديده، اعتقد ان الامر بيحتاج الى دعم مالي نعم كبير شويه. نعم انا بشكرك، شكرا جدا.